من جديد مرحبا بكم، وأرحب بضيفي ضيف الأسبوع دكتور بابكر إسماعيل من لندن، الكاتب والأكاديمي في الشأن السوداني. دكتور بابكر مرحبا بك. الله يسلمك أستاذ طه، كيف حالكم؟ يعني العديد من المقالات ترصد الخروقات، ما سميتها أنت بالخروقات الكبيرة التي تمت على مستوى الوثيقة الدستورية، لكن دعنا نبدأ قبل أن نصل إليها إلى حالة الرعب التي أفرزها حراك 30 يونيو، يعني والتجاوزات الكبيرة التي تمت في سلوك الشرطة. هل توافق على التوصيف اللي بيقول أنه سلوك الحكومة في 30 يونيو هو سلوك الخائف المرتعب؟ وليه بتفتكر دخلت في مثل هذه الحالة وهي يعني دابة عمرها من التغيير، العمر ما كبير؟ يعني ما سميته أنت بالرعب له شواهد في الحقيقة، وهي شواهد متعددة كلها تدور حول الحكومة. فقد عقدت اجتماع مغلق لمدة 3 أيام، وخرجت بقائمة من الاستحقاقات الطبيعية للمواطن التي هي جزء من دور الحكومة في إنها تقوم بها. الغرض من كل ذلك كان هو يعني تخفيف الوضع الاقتصادية والوعود لتخدير الشعب بأن كل شيء على ما يرام. كذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس الوزراء في 2:00 صباحا على غير المعتاد، يعني في المؤتمرات الصحفية للحكام، والشعب السوداني كله بينوم بدري يعني الساعة 8 أو 9. أما هؤلاء الإخوة يعني الذين وفدوا إليه من خارج الدولة، يبدو أن من شيمهم السهر يعني. فكان مستغربا أن يقدم السيد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي دعا له ولم يخرج بشيء جديد، يعني كأنما اتصل عليك الساعة 2:00 صباحا لأقول لك أنني سأعدك بأن ألغي ديونك بعد 3 سنوات، وسوف أوفي استحقاقاتي لك بعد 3 سنوات. المظهر الثالث هو ما قام به والي ولاية الخرطوم من إعطاء إجازة لكل الولاية في الحقيقة، يعني عمال الدولة وعمال القطاع الخاص المربوطين بالدولة وسائقي الحافلات وماسحي الأحذية وكلهم، يعني أجبرهم على الجلوس في بيوتهم لمدة يوم، ومعظمهم يعني يعتمد في معاشه على مجهود يومه يعني. وهذه كلها يعني بوادر وشواهد تدل على اضطراب الحكومة واهتزاز ثقتها في نفسها. فأتفق معك تماما أن هنالك مظاهر دلت على ذلك، أو ما سميته برعب الحكومة، وأنا أسميه اضطراب وعدم ثقة بالنفس يعني. طيب أيضا يعني زيارة رئيس الوزراء بالأمس للجنة التمكين، وقال إنه مبهور بعمله وما كان بيظن إنه مع كل هذا السند من الشباب. في تقديركم الزيارة دي يعني بتعني شنو بعد يوم من التجاوزات؟ هل نقدر نقول إنه حسم بزيارته دي الجدل حول يعني أو الخلاف حول عمل اللجنة مع وزير المالية، علما بأنه برضه قبل الزيارة دي كان وصف عمل اللجنة بأنه يحتاج إلى مراجعة، وعندما خرجت المخرجات بتاعت الاجتماع الوزراء لم يشيروا إلى هذه المراجعة، ما هو تفسيركم يعني؟ والله يعني تفسير لهذا التصريح إنه السيد رئيس الوزراء قرر أن يعطي أو يطلق يد هذه اللجنة السياسية لمزيد من
الاستهتار بالحقوق العامة وبالحريات وبالتدخل في كل الشأن السياسي. يعني هو كأنما يريد أن يعاقب الذين خرجوا للتظاهر ضد حكومته. ومعروف طبعا الشعار الذي أطلقه يعني الشباب في ساحة الاعتصام، شعارات البل والدوس. فهو الآن السيد رئيس الوزراء يدشن هذه الشعارات حقيقة واقعة. يعني لجنة استقال رئيسها لأنها تخالف القانون وتخالف العرف، ولأنها يعني ليس لها أي سند. واليوم السيدة رباح الصادق المهدي وصفت هذه اللجنة بأنها سرطان أصاب جسد الأمة، تجتمع في يدها سلطات تنفيذية وقضائية ونيابية وسلطات غير محدودة. والآن عملها أصبح ليس يعني تفكيك اكتشفت، التمكين. كأنها اكتشفت هذه المسألة بالأمس، يعني كأنها اكتشفت اللجنة دي عمل متواصل. يعني أنا استغربت، كأنما هي اكتشفت، يعني كأنما هو اكتشاف جديد بأن اللجنة بكل هذه الصلاحيات وكل هذه التجاوزات، يعني والله أن تأتي يعني متأخرة متأخرا. خير من ولكن يعني ربما هي أكدت، ربما هي أكدت دكتور، ربما هي أكدت المقولة التي تقول بأننا أمام لجنة التمكين باتت دولة موازية، يعني أو حكومة موازية لحكومة السيد عبد الله حمدوك، يعني لأن الآن هي بتاخذ صلاحيات وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والقضاء والنيابة، كل هذه الصلاحيات مجموعة فيها، يعني هي أكدت هذه المعلومة. يعني والله هي لجنة تفكيك التمكين تتمتع بحيوية وصحة وعافية أكثر من حكومة السيد عبد الله حمدوك، لأنه حكومة السيد عبد الله حمدوك تعاني في المجال التنفيذي، ليست لديها خطط، ليست لديها برامج، ليست لديها يعني ليس كل الوزراء في مستوى أداء جيد، وليست مسنودة بسلطة قضائية لأن القضاء متعطل، لا توجد رئيسة قضاء، لا يوجد مجلس أعلى للقضاء، لا توجد محكمة دستورية، وكذلك المجلس التشريعي متعطل، لا توجد رقابة. أما هذه اللجنة فهي تتمتع بكل هذه السلطات في أحشائها، وهي كمسخ يعني مشوه، تشبه يعني المخلوقات الفضائية التي تصور في أفلام الخيال العلمي، وتشبه يعني كأنما هي حطمة، يعني كل من يعترض سبيلها تلتقمه. وقد رأينا قبل ذلك أنها تعرضت للسيد رئيس مجلس السيادة، وتعرضت لوزير المالية، تعرضت لشركات خاصة، شركة دين وغيره، ويدخل أعضاؤها إلى النيابة ويخرجون بعد أن تقدم لهم الضيافة وتشطب البلاغات ضدهم. فاللجنة الآن يعني هي تتمتع بقوة وبحيوية أكثر من حكومة السيد عبد الله حمدوك، ويبدو أن السيد عبد الله حمدوك نفسه رأى أنه من الأفيد له التحالف مع هذه اللجنة. يعني فهذا التصريح هو يمد يده للجنة حتى يتحالفا ويكملا مسيرة الفترة الانتقالية. قوتها بتستمدها من وين يعني؟ واضح انها هي عندها قوة حتى قصاد العسكر وقصاد المدنيين وقصاد الأحزاب، قوة كبيرة. يعني من أين تستمد هذه القوة في تقديركم؟ والله ده سؤال جيد، والإجابة عليه يعني ليست سهلة، ولكن سأجتهد يعني في أضع تصورات. يعني فإذا هذه اللجنة هي منبثقة من هنالك فقرة في الوثيقة الدستورية تتحدث عن تفكيك التمكين ولم تحدد له آليات، وهو تفكيك تمكين 30 من يونيو 1989. ونحن نفهم التمكين هذا يكون في بنية الدولة، أما مصادرة قطع الأراضي كيف يؤدي ذلك إلى تفكيك تمكين موجود؟ وحتى السيد عبد الله حمدوك نفسه في مبادرته ذكر إنه ما يعني
يطالب بمزيد من تفكيك التمكين، وأن بنية الحزب الواحد ما زالت موجودة. فأولا يعني عندها هي سند طبعا في هذه الوثيقة المعطوبة والمعيبة يعني في تقديري، وأيضا أظن أن لديها حبالا سرية وسرية مع مكونات داخل الدولة، لأنه لا يمكن لهذه اللجنة أن تقوم بالتنفيذ لو لم تساعدها قوات شرطية وأمنية وعسكرية، ومعروف أن القوات النظامية لا تتحرك إلا بإمرة. فعلى الأقل في مستوى التنفيذ فيما يلي عملها السياسي واعتراضها واعتقالها للناس وإيداعهم في السجون، فهنالك تواطؤ في تقديري مع الأجهزة النظامية التي تسمح لها باعتقال المواطنين وإيداعهم المعتقلات وتجديد الحبس بدون عرضهم على القضاء. فالاحتمال الثالث أو المساندة الثالثة لهذه اللجنة أتوقع أنها مساندة أيديولوجية حزبية، ومعلوم أن معظم الأحزاب الأيديولوجية لها أجهزة استخبارات داخلية، فيبدو أن هذه اللجنة تقصد لها حزب البعث تواصل. يعني؟ إشارة إلى حزب أقصد البعث حزب ولا إلى البعث اليسار عموما الشيوعي يعني؟ أو الحزب الشيوعي أيضا، نعم. لأنه الحزب الشيوعي نفسه يعني هو مساند لهذه الحكومة وإن كان يبدو غير غير ذلك. ذلك. طيب دكتور بابكر، اسمح لي بالمقاطعة. أنا بين يدي خبر دار أخلي يعني الأستاذ الصادق المليك يعلق لنا عليه. مرحبا بالسيد الصادق المليك، السياسي المعروف، مرحبا بك. سيد الصادق معنا على الخط. طيب، لحين دخول الصادق على خط الهاتف مجددا، نحن حقيقة قدامنا خبر الناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك الذي يطالب بحل لجنة إزالة التمكين بشكل فوري، ووصفها بالحزبية الموجهة لأنها تعبر عن حزب محدود العضوية، وأمهل تريك الشركات والمرحلين والباصات السفرية 24 ساعة، وبعدها يعني قال إنه سيغلق الطريق القومي على امتداد منطقة البجة وتتريس كل المناطق الحيوية في الإقليم. يعني واضح الآن دكتور بابكر إنه نحن بنتكلم عن مواجهة للجنة حتى على مستوى الولايات، وبشكل واضح إنه المواجهة ماشية متسعة، والقوة التي كنا نتحدث عنها الآن من جديد هي في مواجهة السلم المجتمعي يعني بشكل كبير. يعني تعليقك إلى حين يخش الصادق، يعني نسمع منه تعليقك على هذا الخبر. والله أنا أفتكر الخبر أو التصريح الذي أدلى به السيد الناظر تريك هو يعني تطور طبيعي عندما تتعامل الدولة بعقلية القبضاي أو الفتوة. فرد الفعل الطبيعي أن يتعامل كل من يملك قوة تجاهها ومتضرر من هذه السطوة بما يملكه من قوة. وهذه طبعا هذا مظهر من مظاهر انهيار الدولة، وأتوقع أنه ليس في شرق السودان، أتوقع أيضا في نهر النيل وفي الولاية الشمالية أن تحدث بعض الخروقات. وكما هذه الثورة يعني رئيسها هو إغلاق الشوارع وحرق الأساتك، فهذه الوسائل التي استخدمتها هذه الثورة ليصل السيد عبد الله حمدوك والمجد إلى مصر. للساتك والمجد للمتاريس. المجد للساتك والمجد للمتاريس والمجد لترك أيضا، يعني لأنه هو يستخدم نفس الأدوات الأساليب المجيدة والأدوات المجيدة التي استخدمتها ثورة ديسمبر على مستوى طريق سريع. فما في فرق بين انك تقفل طريق صغير في جوه الخرطوم وتمنع المرضى وتمنع عربات الاسعاف، او تقفل طريق سفر يعني. فانا يبدو لي اذا لم يتدارك العقلاء في الحكومة وفي الدولة عموما، اذا لم يتداركوا هذا
طيب على 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 حس التدارك، يعني المكون العسكري وين في المعادلة دي؟ يعني واضح انه في ناس بيفتكروا انه والله المكون العسكري داير قوى الحرية والتغيير، يعني تبون عورتها تماما انتهازية خطاب السياسي، البعض يقول ذلك، يعني بين خطاب ما قبل السلطة وخطاب السلطة، الحديث عن الحريات والسلام والعدالة والقيم الكبرى، ثم عندما تصل إلى كرسي السلطة فتتحول إلى قمع المتظاهرين مثلا كما حدث في 30 من يونيو بأدوات السلطة، يعني ليس باللجوء إلى الجماهير لكي تحمي هذه السلطة التي جاءت محمولة عليها. يعني هو موقف المكون العسكري كما تفضلت يشبه لي موقف الحزب الشيوعي السوداني، وكلاهما موقفان انتهازيان. الحزب الشيوعي السوداني يعني استطاع أن يدخل كوادره إلى مفاصل الدولة، ثم بدأ يتحدث عن اعتراضه على هذه الدولة لأنه عايز يستحوذ عليها كلها. نعم. العساكر بنفس الطريقة هم أعطوا الحكم للجهاز المدني ومسكوهم مفاتيح الدولة، ومفاتيح معطوبة يعني لأنه هذه الكوالين اتغيرت، يعني طيب. هذه مفاتيح لها 30 سنة يعني، فجو يقول الكوالين محدثة يعني، فما قدروا يسيروا دولة بالعمل. والفشل قطعا، الفشل في تسيير دولاب العمل اللي هو حادث الآن، يجعل المواطن يتمنى وجود سلطة قابضة قابضة وعسكرية. طيب حنرجع دكتور بابكر، خليني ورحب بالصادق المليك إذا هو الآن معنا على الخط. سيد الصادق المليك عضو الموسيقية العليا لشرق السودان، مرحب بك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ونشكر لكم اهتمامكم بقضية أهلنا في شرق السودان على وجه الخصوص، وأهلنا في السودان على وجه العموم. طيب يعني ناظر عموم الهدندة ومحمد الأمين تريك طالب بحل لجنة إزالة التمكين بشكل فوري، وأمهل تريك الشركات والمرحلين والباصات السفرية 24 ساعة، وبعدها يعني يتم إغلاق الطريق القومي وتتريس كل المناطق الحيوية في الإقليم يعني، وطالب كذلك بإطلاق سراح ثوار البجة الذين اعتقلتهم اللجنة في مسيرة 30 يونيو الماضي. هل وجدت مطالب السيد تريك حتى الآن أي استجابة من الحكومة على أي صعيد منها، يعني على أي مستوى على أي درجة؟ والله أنا في تقديري إلى الآن الأمر على ما كان عليه، يعني ما في أي جديد. المحتغلين يظلوا أنهم محتغلين إلى الآن وما استجدت أي أحداث. في تقديري أيضا كذلك يعني تريك صرح التصريح ده، وهو يعني ذلك خاصة وأننا يعني عندنا مشاكل مستحقة، من حقنا أننا يعني نتظاهر وعلى حسب الوثيقة الدستورية اللي هم وضعوها. فإيه الجد الآن في أنه أنت تترك كل الناس وتستهدف فئة معينة اللي هي الآن 42 من أبناء. طيب الخط أظنه فصل، نحن بنواجه مشكلة حقيقية مع التلفونات في السودان، يعني شبكة السودان حصل على البلد كله يا دكتور بابكر، مشاكل كثيرة، فدعنا نعود إليك مجددا. ممكن برضو يكون بفعل فاعل يعني. دعنا نعود مجددا عن موضوع العسكر لأنه موضوع مهم، يعني البعض بيعتقد أنه هذا هو الاختبار، قلت تغيروا الكوالين والجماعة الآن وجدوا الكوالين محدثة، يعني كنت قطعتك في هذه النقطة يعني، وأنا أسأل أيضا عن الأحزاب ورؤية لما يحدث، يعني في حالة صمت حقيقية، كلام بتاع رباح ده الليلة مثلا يعني دي خطوة فردية، لكن الحزب كحزب كمؤسسة وين موقفه؟ الناس بيسألوا عن موقف هذه الأحزاب التي كانت تحتج إذا ما اعتقل إنسان لمدة دقائق في جهاز الأمن، ما بالها تصمت على حالة التجاوزات بهذا الشكل الكبير يعني. والله هو ما يشبه التحالف، تحالف قريش اللي بتاع 30 شاب ياخذوا 30 سيف ويهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة ليقضوا عليه. فهذا تحالف قحط يعني، فيعني كل حزب حكاية عجبهم يعني.
الحكاية عيباهن، وأي حزب عنده عوده يعني جوا التحالف وعنده سيفه اللي بيقضي به على الدعوة. ولكن وأين كمسؤولية تذهب من فردية خطابة، من تاريخها، من عين التاريخ التي تسجل هذا المشهد، يعني أين تذهب من كل هذا يعني؟ نعم، وبعض الأحزاب بتعمل برضو أحيانا يعني مثل هذه التصريحات قد تكون هي نفسها مزايدات لأغراض أخرى، قد تكون هي يعني تذكرة للتاريخ، يعني تطرح في الأسافير وتوضع حتى يأتي بها الإنسان يحمل بطاقتها بعد سنين ليقول هذا كان موقفنا. نعم، ففي الحقيقة أنا أحس بأنه في تواطؤ. تواطؤ على هذا الفعل. طيب مجددا اسمح لي يعني اعذرني على المقاطعة، الصادق المليك، قلت الوثيقة الدستورية ما موجود؟ نعم. طيب يعني سؤالي أيضا دكتور بابكر، يعني الصادق المليك قبل قليل كان يتحدث عن الوثيقة الدستورية التي تسمح لهم بحراك التظاهر، ويعني يتساءل محتجا عن دواعي اعتقال الكوادر وعن منعهم من التظاهر. يعني عددتم في مقالات كثيرة خروقات حكومة عبد الله حمدوك للوثيقة الدستورية. سؤالي ما هي أبرز هذه الخروقات؟ دعنا ننطلق مما قاله الصادق المليك الآن. أبرز هذه الخروقات يا أستاذ الطاهر هو عدم قيام المجلس التشريعي الانتقالي. والمجلس التشريعي الانتقالي ليس يعني دوره ينحصر في التشريع، له دور في مراقبة أداء الحكومة، له دور في رفع الحصانات الإجرائية عن شاغلي المناصب الدستورية في المجلس الوزراء والمجلس السيادي وولاة الولايات. وعندما يكون المجلس غائبا توكل هذه المهمة للمحكمة الدستورية وهي أيضا غائبة. غياب المجلس التشريعي الانتقالي يعطي حصانة دائمة لأحكام وتصرفات الدستوريين لا راد لقضائها وتكون لا معقب لحكمها. هذا من أبرز الخروقات. والخرق الثاني هو غياب المحكمة الدستورية كما أسلفت، وعدم تكوين المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والذي يعين رئيس القضاء وخلافه. وأعظم الخروقات أيضا في هذه الوثيقة هي ما توافق عليه المكونان المدني والعسكري أن يكون مجلس الوزراء ومجلس السيادة هم الهيئة التشريعية، وهم عبارة عن يعني 34 رجل وامرأة، تحتاج إلى 17 منهم بس عشان يفتوا بما يشاءون، يغيرون من كل الدستور، القضايا. ويغيرون مواقيتها يعني. فهذه يعني هي الوثيقة، هذه وثيقة معيبة في تاريخ طيب السودان طيب طيب التشريعي. وثيقة معيبة في تاريخ السودان، اسمح لي مقاطعة مرة ثانية، أنا حقيقة مجتهد في أنه أدخل الصادق المليك إذا كان معنا على الهاتف، أرجو المرة دي يعني إخواننا مرحبا. الدكتور نعم معنا، معكم أستاذ الصادق، مرحب بك مجددا. يعني كنت تتحدث عن الوثيقة الدستورية وأنها تمنحكم الحقوق. دكتور بابكر إسماعيل قبل قليل كان يعدد يعني كل الخروقات التي تمت في هذه الوثيقة، إلى أين تمضون إذا ما في استجابة من الحكومة؟ يعني الخطوات العملية، الوضع شنو إلى الآن؟ في انتشرت فيديوهات بأنه عمليا تم تحرك، هل هذا صحيح؟ هل بدأ قطع للطريق القومي؟ إلى الآن لا، خاصة وتدخل الأخ الوالي عبد الله شنقراي بأنه يمنح فترة 48 ساعة لمحاولة معالجة القضايا التي من أجلها قررنا أن يعني نتخذ إجراءات. هي في من حقنا أن ندافع عن حاجاتنا بالطرق السلمية وطرق أن نستطيع من خلالها أن نوصل صوتنا لكل أهلنا في السودان. يعني هل تتوقع استجابة من الحكومة؟ يعني البعض يعتبر أن لجنة التمكين الآن صارت دولة داخل الدولة، حكومة موازية يعني، وهي في الآن تضع الناظر الهدندة وعموم الهدندة محمد الأمين ترك
في يعني صوب نظرها بشكل دقيق باعتباره واحد من الذين يقاومون خطها وعملها. هل بتتوقع أن الأمور يمكن أن تمضي إلى اتفاق، لا سيما وأنه كان في حديث عن محاولة اغتيال للناظر التريك، في حديث عن يعني خط عنيف تجاهه أكثر من أنه خط سلمي يفضي إلى استجابة؟ توقعاتكم شنو؟ نحن نتوقع في كل الأحوال عدم الاستجابة، وأتفق معك تماما في أنه هذه اللجنة هي اللجنة الموازية للحكومة، لو ما بقت هي الحكومة الفعلية الآن. أنا في تقديري الشخصي نحن يعني ما حننساق لتهديدات وأنهم يقتلوا ناظر تريك ولا يستطيعون أن يفعلوا هذا. نحن نثق تماما في قدراتنا في الصد عن الناظر تريك وعن قطايانا، ونحن الآن احتراما لابننا ولاية البحر الأحمر في أنه طلب أن نرجي هذا الأمر في 48 ساعة لمعالجة الأمر ما أمكن ذلك، ونحن وافقنا أن نعطيه هذه الفترة، خاصة وأننا برضو نحتاج أننا نعمل اجتماع، هذا الاجتماع من المؤسسة قرارا يكون هو ملزم لنا وللسيد الناظر ولكل اللي يعني طيب يعني البعض الآن يتابع عبر الأسافير أنه بداية حملة إعلامية ضد الناظر تريك. أنت تعرف طبعا أنه حملات الشيطنة والتخوين والاتهامات دي إنما هي مقدمة لفعل عنيف، يعني هل تتابعون هذه الحملة الإسفيرية ضد الناظر تريك؟ طبعا نتابعها، ما هي دي سياسة نحن يعني نعلمها تماما. في العهد البائد كان دائما كل من يعترض يقولون أنه من اليسار والحزب الشيوعي وكذا وكذا وكذا، والآن أي من يرفع صوته هو كوز ولابد أنه يتعاملوا معه معاملة الكيزان وما أشبه ذلك. لكن أنا في تقديري الشخصي أنه هذا الكلام يعني لا 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 يحل غرض. نحن جاهزين إن شاء الله لأننا ننتظر هذه 48 ساعة، ومن خلالها إذا انفرجت الأمور فذلك خير، وإن لم تفرج فنحن عندنا كل الطرق الممكن نعالج بها أمور. شكرا لك السيد الصادق المليك عضو المنسقية العليا لشرق السودان، شكرا لك على هذه الإفادات. وعودة إلى الدكتور بابكر إسماعيل مجددا، واضح أنه برضو الحكومة دشنت يا دكتور خطاب أن هنالك جزء من الشعب السوداني ليس له حق أن يتظاهر وليس له حق أن يحتج بحكم توجهه الفكري وبحكم رؤيته السياسية. إلى أي مدى يمثل هذا أيضا امتدادا كبيرا لحالة الخروقات في الوثيقة الدستورية، وكيف يمكن مقاومة مثل هذا التوجه الخطير؟ هذا قطعا خرق لنص دستوري. فعندما يكتب الإنسان يعني كتابه بيده ويأتي ليخرقه فهذا أقل ما يوصف به أنه أخرق. فيعني دائما نلاحظ أن الحكومات التي تلجأ لكبت الحريات ولتكميم الأفواه، وأظن حاليا هنالك 30 موقعا يعني من المواقع 40 موقعا تم حجبه أو 40 موقعا تم حجبها إضافة للصحيفة الورقية صحيفة السوداني. فهذه مظاهر ضعف أنا أفتكر في جسم الدولة، ومظاهر مرض يعني، لأنه الدولة عندما يكون جسمها صحيحا ومعافى لا تخاف من صوت المواطنين ولا تخاف من أن تجهر مجموعة برأيها وبحقوقها. فهذه هي الحالقة في الحقيقة، يعني هضم الحريات هضم الحقوق هي الحالقة التي سوف تقضي على هذه الحكومة. المشهد الذي رأيناه قبل يومين لأحد قوات مكافحة الشغب بالزي المدني، لا أعرفه إن كان ينتمي إلى قوة نظامية أو قوة إيديولوجية، تم الاستعانة بها
نعم تم الاستعانة بها، لا أستطيع يطلق عليها البعض ولكن الآن الشبيحة. الطريقة التي رفع بها يعني هذا المواطن المحتج على ظهر حافلة نصف نقل، هذه ليست طريقة مهنية لا تمارسها القوى النظامية. هذه طريقة تشبه يعني العصابات الإجرامية التي تخطف الموبايلات وتروع المواطنين. فهذا يعني هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان هو بداية النهاية لأي حكومة، لأنه يبين خوفها وجزعها ورعبها من مواطنها نفسه، إضافة لأن هذه الاختراقات هي تعتبر من المظالم، والمظالم هذه يعني الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه ولا يسمح بأن يظلم عباده. فهذه نقطة أساسية ومهمة. كذلك حتى البشرية نفسها توافقت عبر القوانين الأممية، عبر جماعات حقوق الإنسان، عبر المنظمات الدولية، أن حق التعبير عن الرأي هذا حق مقدس، وهذا الحق منصوص عليه في القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى الله سبحانه وتعالى لم يحجر على الإنسان أن يعلن كفره وأن يعلن رأيه في محادات الله سبحانه وتعالى يعني. فهذا الظلم هو الذي سوف يأتي على هذه الحكومة ولن يكون لها بواكي. هل شاهدتم صورة المحامي الكبير القانوني عبد الرحمن الخليفة الذي اقتيد من سيارته ووضع في هذا الموضع؟ يعني إلى أي يعني ما هي عندما شاهدت الصورة، ما هي العبارات التي وردت في ذهنك، أو ما هي الكلمات التي حضرت حينها؟ يعني الأستاذ الدكتور المستشار عبد الرحمن إبراهيم الخليفة أنا أعرفه معرفة شخصية، وهو علم سامق في مجال القانون، جاءنا من قبل متحدثا في أحد المؤتمرات التي عقدناها بالسودان عن سلوكيات مهنة الطب، وهو متخصص في هذا المجال، كما أن له تاريخ يعني في العمل النقابي وفي التدريس في الجامعات، العمل الأكاديمي وفي العمل السياسي. في الحقيقة يعني أنا عندما رأيت صورة الأستاذ البروفيسور وهو جالس على الأرض كأنه من أسرى حروب القرون الوسطى، يعني أحسست بالخزي والعار أن أنتمي لوطن يهين عظماءه ويهين كباره. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة الآن في يقارب 70 من عمره يعني، وأب وجد، فإهانة رجال في مثل هؤلاء وهي تساوي عندي إهانة المعتقلين في سجن كوبر من رجال الدولة السودانية الذين خدموها لمدة 30 عاماً. وكان يمكن يعني حبسهم في منازلهم، بعضهم مرضى وبعضهم قضى داخل السجن. يعني الإنسان عندما يخدم عند شخص تشفع له هذه السنوات، يعني حتى لو أخطأ تشفع له هذه السنوات. طيب دكتور، ففي الحقيقة يعني اسمح لي بالمقاطعة، يعني الزمن بتاعنا على وشك النفاد، وأريد أن أختم بسؤال يعني على ضوء هذا الشعور الذي تحدثت عنه وأنت تشاهد صورة المحامي عبد الرحمن إبراهيم الخليفة، على ضوء كثير من الوقائع، صورة الصحفي في قناة الجزيرة الذي حمل يعني على الهواء مباشرة ووضع بهذه الطريقة المخزية، واعتقال العديد من الشباب وعنف الشرطة وكل هذه كل هذا السلوك الذي ظهر من خلال يوم 30 من يونيو، أسأل ختاما يعني إلى أين نحن نمضي وماذا علينا أن نتوقع في الأيام القادمة؟
الواضح انه نحن نمضي في اتجاه ديكتاتورية متخفية بأثواب الشعب ومختبئة خلف المتاريس واللاساتك، ومتجهون نحو حكم مدني هزيل تحت حماية عسكرية باطشة ومخادعة، ويستندون إلى وثيقة هم أول من خرقها. فما أتوقع يعني إنه نحن يعني سنصل إلى أي وجهة. It's going to take us to nowhere. والفعل المعارض والقوى المعارضة كيف ترى يعني كسبها في الشارع وجهدها؟ والله أنا حاسب إنه الشعب السوداني الآن هو يفتقد القيادة، لا توجد قيادة حقيقية للجماهير في الشارع. الشعب السوداني الآن، طبعا الشعب السوداني 65% منه تقريبا تحت 16 عاما، ومعظمهم مغيبون يعني عن الأفعال التراكمية السياسية وخلافه، ويستغلون يعني يدفع بهم. يعني رأينا أن في ثورة ديسمبر يعني دفع حتى بأطفال يعني لتقديم سكتشات وتنميط نعم، وتمييز بغيض يعني. يعني فأنا أفتكر إنه الشعب الآن تفتقد المعارضة القيادة، هل تفتقد الوحدة كذلك؟ بمعنى أنه يعني هي حتى الآن لم تعبر عن نفسها في كيان واحد كذلك؟ ختاما يعني. نعم، أتفق إنه هنالك تحديدا انشقاق وسط الإسلاميين. يعني الإسلاميين الآن هنالك ما زال فريقان متنافسان في تحت هذه الأوضاع السيئة، و يعني إذا لم يتحدا ويحددا هل نتوقع ذلك؟ العدو المشترك، هل لنا أن ننتظر هذه الوحدة على الأقل على مستوى أوسع من التيار الإسلامي، على مستوى أوسع على التيار الوطني عموما، ولا في عوائق تقف يعني أمام هذه الوحدة يعني في دقيقة؟ والله أفتكر نحن الآن أقرب إلى هذه الوحدة. تيار وطني عريض يستطيع أن يتصدى لهذا الانحدار، لهذا التدني في أداء الحكومة، في الأداء السياسي، في الأداء التشريعي والقضائي. هذا هو المخرج، وأرجو أن يحدث هذا يعني سريعا، أو أتمنى ذلك. ويعني دائما فقه الأولويات يعني تحدد، تستوجب أن تتحد جميع القوى المعارضة والوطنية والإسلامية لوقف هذا الوضع المتدني اقتصاديا وأمنيا وتشريعيا ودستوريا، ووقف هذه المهزلة التي سميت بأنها حكومة الثورة. من العاصمة البريطانية الدكتور بابكر إسماعيل الكاتب والأكاديمي في الشأن السوداني، شكرا جزيلا على هذه الإفادات، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج بالسوداني. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كون السلام.